يوم الاثنين هو اليوم اللي احنا دايما طول الوقت بنجيب السادة الرجال ونقعدهم معانا علشان نحاولوا يفضفضوا، لان هم طول الوقت بيتهمونا. ده بيضحك من اولها، ماشي اوكي، ان هم طول الوقت بيتهمونا ان احنا عاملين عملية استيلة على المنابر الاعلامية كلها، فاحنا تفضلا بما ان هم بيتهمونا هذا الاتهام بييجوا يقعدوا معانا على هذا المنبر عشان يتكلموا، ولو ان احنا ملائكه والله وغلبانين ودايما الطرف الضعيف ما عندوش حاجه غير الصوت العالي، هيعمل ايه تاني؟ ما هو مش عارف يعمل حاجه ولا ايه يا نور؟ هو واضح ان انا قاعد مع ملائكه فعلا. الفنان الشاب النهارده نور محمود هو اللي هيشاركني تقديم الحلقه، منورنا في سيداتي انساتي وفي قناه دريم. انا اللي اتشرفت، ربنا يخليك، متشكر جدا. بس انت داخل دخله مش عاجباني. لا اصلا من الاول خالص احنا بدانا الحكايه، اصل احنا ملائكه والرجاله يا عيني ومش عارف ايه. انت هتعترض؟ انت هتيجي عند المنبر النسائي وتعترض؟ والله بصي، هو يعني هو بمزاجنا، يعني عارفه ممكن تعتبريها كده، احنا سايبينكم تستولوا شويه على الموضوع بس بمزاجنا يعني. فعلا؟ يعني حاجه زي كده. عامة النهارده الميكروفون معاك، هنشوف هتحسن استخدام الفرصه ولا كعاده الرجال لسانك هيتعقد ومش هتعرف تعبر عن نفسك. ربنا هنشوف. مبدئيا تفتكر ايه هي اكبر مشكله في الست؟ اكبر مشكله في الست من ناحيه الراجل ولا مشكله في الست عموما؟ اكبر مشكله في الست عموما، مع الراجل في العموم. لا يعني لو اتكلمنا بخصوص الحلقه ان هي مع الراجل، هي بالذات لما بيتجوزوا يعني، او في الحته بتاعه الجواز دي، ان هي بتعتبر ان الجواز دي النهايه خالص. انا كده خلصت. الست هي اللي بتعتبر الجواز نهايه؟ بشكل كبير جدا، بشكل كبير والله. الست لو تعرف ان الراجل، وبكل صراحه الناس ممكن تكون عارفه ده، الراجل بطبعه طفل صغير بيحب دايما دايما اللي يهتموا و و و يبقى وراه طول الوقت. يا اختي علي، الست اول ما بتوصل لنقطه الجواز بس خلاص نبدا بقى المصاريف والمشاكل. على فكره ده مش حقيقي، عارف ليه؟ لان عاده في مجتمعاتنا الست ما بتكونش واخده فرصتها قبل الجواز، انت فاهم؟ يعني دايما العين عليها، ما تعرفش تدخل في علاقات بتاع، فبالنسبه لها الجواز هو الفرصه اللي هتحقق فيها كل طموحاتها الرومانسيه والعاطفيه. عشان كده بتنكد عليه. ما هي بتنكدش، ده هي بقول لك هي دي فرصتها لانها تحقق كل طموحاتها، وانتوا اللي بتكبسوها يا حرام، وتضايقوها وتكسروا نفسها. وحشين الرجاله، وحشين جدا. طيب نشوف الاخبار.